جاء من أصول يونانية ليصبح جزءاً أساسياً من المظهر، بل تخطى ذلك ليصبح رمزاً للهيبة والوقار. وعدم ارتدائه في الماضي كان يثير الكثير من علامات الاستفهام. طربوش شغلة كرامة، شغلة عنفوان، مثل وقت درجة موضة الشوالب أيام أول. فاللي يطلع بلا طربوش مشكلة كبيرة كان عندهم أثناءها. يلي يحط طربوش كان بهذيك الأيامات كان من البرجوازية. حكايتنا انطلقت من هذا المكان الذي يعد أقدم مشغل لصناعة الطرابيش في دمشق. فالبداية من القوالب التي يشكل عليها القش أو الكرتون لتأخذ شكلها وحجمها المناسب ليغلف فيما بعد بالقماش الأحمر، وفي النهاية لمسات تضاف من صانعها. العلماء الكبار يحطوا عليه لفة بيضة، في اللي أقل درجة يعني يحطوا عليه لفة صفرة، وفي اللي بيقولوا له هي أيام زمان الزقرتية بيحطوه بالميل والشرابة لورا. الشرابة بالنسبة يعني مثل هي الشرابة بتجي ورا بالميل، بيحطوه هيك بالميل. قد يكون زمانه ولا، إلا أن صناعه لا يزالون يواجهون رياح انقراضه ليبقى رمزا لثقافة عبرت مدينة دمشق وأصبحت جزءا من تراثها. للإخبارية السورية هزار عبود من مهدي الحضارة، دمشق.